بسم الله الرحمن الرحيم. كل الترحيب بالسيدة جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية في زيارتها الأولى الخارجية للعراق. بالتأكيد العلاقة بين العراق وإيطاليا علاقة متميزة، وهناك دور إيجابي لإيطاليا في كافة المجالات السياسية والدعم الواضح للعراق في المحافل الدولية، خصوصا في الجهود الداعمة للحرب ضد داعش وقيادة إيطاليا للناتو في العراق. من خلال اللقاء أكدنا على أهمية استئناف الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة، وبينا استعدادنا لتنمية التعاون الاقتصادي في كافة المجالات خصوصا في مجالات الزراعة والمياه والصحة. العراق لديه خطط واعدة في مجال الطاقة النفط والغاز، هناك شركات إيطالية عاملة في العراق، نأمل المزيد من الشركات المتخصصة والمتطورة في مجالات البنى التحتية وفي استثمار الغاز للعمل في العراق. أيضا هناك تبادل في مجال الثقافة والتعاون الأكاديمي. كانت هناك زيارة في 2021 بين وزير التعليم العالي العراقي والإيطالي، واتفقوا على عقد اتفاقات في هذا المجال. أكدنا على الاستفادة من التجارب الرائدة لإيطاليا في مجال السياحة الدينية والأثرية. هناك فريق مشترك ثنائي سوف يعمل على إزالة العوائق التي تعرض هذه العلاقة، ومن خلال لقاء اليوم نؤكد الرغبة الجادة والحرص على تنمية علاقة جديدة قائمة على التعاون في مختلف المجالات بين العراق وإيطاليا. شكرا. Dunque grazie, sono molto lieta. أنا سعيدة جدا بوجود اليوم هنا في العراق في زيارتي الأولى، في زيارتي الثنائية الأولى خارج أوروبا. إن حكومتنا في إيطاليا تشكلت في نفس الأوقات تقريبا التي كانت تشكل فيها حكومتكم دولة رئيس الوزراء السودان. لهذا تهاني متبادلة بيننا بالعمل المستمع. Grazie. شكرا. شكرا. طبيعيا العراق بلد صديق، هو بلد صديق أبدى مرة أخرى إيمانه بالديمقراطية من خلال تشكيله للحكومة الجديدة، وأنا ممتنة لدولة رئيس الوزراء لاستقباله لنا، وأنا سعيدة جدا أنه ستتاح لي الفرصة اليوم في هذا اليوم. سألتقي بعد قليل أيضا رئيس الجمهورية السيد رشيد ورئيس البرلمان العراقي السيد الحلبوسي. إن العراق هو بلد وطن كأنجز خطوات مهمة جديدة على مجال الاستقرار الأمني، ومن وجهة نظرنا يجب أن ينظر بتفاؤل جيد إلى إعادة الإعمار. أن إيطاليا كانت دائما في الخط الأول في إسناد العراق على 360 درجة، ونعمل هذا العمل أيضا في إطار التحالف ضد داعش، لأنه لا يمكن يكون ازدهار في الشرق الأوسط بدون عراق قوي. كنا دائما إلى جانب العراق في نهضته، سواء على الصعيد الأمني أو من خلال شركاتنا الإيطالية في برامج التنمية في العراق، وهذا يعود بصالح الشعب العراقي جميعا. أنا اليوم هنا على أبواب أعياد الميلاد المجيد ليبدي رغبتي وليبدي اعترافي لكل الحكومة العراقية، الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي، لدور جنودنا الذين يبذلوا في العراق.
في دعم استقرار العراق وأمن العراق، وأن إيطاليا كما تعرفون تولت قيادة حلف الناتو في شهر الخامس السابق بقيادة الجنرال إيانوتشي بواجبات المشورة وتعزيز القدرات العراقية، وهذا تم دائما باحترام الإشارات التي كانت تصل لهذا الحلف الأطلسي من الحكومة العراقية. ونحن بطبيعة الحال فخورين أيضا بالنجاحات التي حققتها خلال السنوات السابقة عملية العزم الصعب في القتال ضد داعش. لقد حقق الشعب العراقي الكثير بتضحياته، ونحن على استعداد للاستمرار في أن نكون من بين المساهمين الرئيسيين في هذه العملية. أن علاقاتنا الثنائية قوية ومكثفة، وهي علاقات لها جذور عميقة. نحن نتعاون على صعيد في وجهات نظر مختلفة، ونحن نتعاون بطبيعة الحال على صعيد الطاقة. واليوم والذي اليوم هو بالنسبة لإيطاليا هو أكثر استراتيجية، وأيضا على مجال الصناعة والثقافة. ونحن البلدين مهتمين بتجاوز العقبات لدعم وجود شركات إيطالية أكثر واستثمار إيطالي أكثر في العراق. بطبيعة الحال يوجد أيضا عمل كبير عملناه في تحت عنوان التعاون الثقافي، أن بلدينا تحمل هوية صاغتها تاريخ طويل ثقافة طويلة، ولهذا نحن نفهم قيمة هذه العلاقة. لهذا نأمل أن العام 2003 يمثل عام التحول في علاقاتنا الثنائية، وهذا هو إشارة لوجودي اليوم هنا في العراق ولهذا اللقاء الذي أشكر به من جديد دولة رئيس الوزراء السوداني. اليوم نحن في يومنا هذا سنلتقي أيضا غبطة البطريرك الغلطاني الكاردينال ساكو، وهو بالنسبة لنا مهم جدا أيضا دور المجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط وبشكل خاص قبل أيام عيد الميلاد المجيد. وأرغب أن أشكر دولة رئيس الوزراء لمبادرته. نتصور أن اليوم 25 هو يوم عطلة للجميع، لهذا أنه جعلكم هذا اليوم هو عطلة هو إشارة كبيرة لاحترام المجتمعات المسيحية. لهذا أنا أثمن هذا الواقع هذا الموضوع واعتبره خطوة ذكية جدا. لهذا شكرا جزيلا لكم، ونحن سنغلق زيارتنا بعد ذلك في زيارة لإقليم كردستان في أربيل، وسنلتقي هنالك سيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء، وسنلتقي أيضا الجنود الإيطاليين في كردستان. لهذا أن نهارنا هو كثيف بالانفعالات، ولكن أرغب أن يترك لديكم فكرة أن إدراك إيطاليا قوية، ونرغب في استمرار العمل سوية. شكرا جزيلا. شكرا.